الله أكبر. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. إيه ده؟ كفاية بخور يا ولاد، عبأتوا المكان. كفاية صح، حسيت أبوك مش كده. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. تعال يا ولد هتبوس. يلا اجري تشاعر مع اخواتك في الجنين. الحمد لله. دلوقتي كل واحد فيكم له شقته ومطرحه. عايزكم بقى تقعدوا معايا الكام يوم اللي فاضلين. بصوا بقى يا جماعه، الفيلا دي انا عاملها على ايدي. في ايه؟ محدش قال لي رايه يعني. بسم الله ما شاء الله يا احمد، حلوه وزي الفل. الله اكبر. بصراحه يا احمد مش ناقصها اي حاجه، تجنن. شيخ سامي ساكت ليه؟ انا بصراحه الفخامه الزياده دي مخوفاني. احنا مش هنخلص من كلام الناس. ممكن يقولوا الشعراوي قاعد في مكان زي ده. ده ماله المكان ده يا دكتور؟ ما هو شرح وجرح وزي الفل اهو. بعدين سيب الناس يقولوا اللي يقولوه. دي فلوس ابويا وتعب وشجاعه، وابويا ياما اتغر. يا عبد الرحيم مش مختلفين ان دي فلوس ابونا وتعب وشقاه، بس الناس عارفاه انه متصوف وزاهد، ومش معقول يقعد في بيت بالفخامه دي. انت عارف يا سامي، الامام مالك كان بيته افخم بيت في المدينه المنوره، وكان دايما يقول نسب المرء داره. لا اله الا الله، هو احنا عاملين حاجه حرام؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. صح، وبعدين كمان ربنا بيحب يشوف أثر نعمته على عبده. أنا عارف الكلام ده كويس، بس يا جماعة الزاهد المتصوف ليه وضع تاني. الزاهد المعدم ده ما هو الزاهد بكيفه، إنما الزاهد الحقيقي هو من تكون الدنيا في يده ولا تكون في قلبه. والمتصوف الحقيقي هو من يملك الدنيا ولا تملكه الدنيا. هو ده الكلام، سامع يا شيخ سامي؟ وبعدين القبه اللي انتوا شايفينها دي كلها انا ماليش فيها غير حصيره تحطوها لي تحت شجره التوت بره في الجنينه، واخر الليل ادخل الخلوه في اوضتي. اسيبكم انا بقى عشان الحق اسجل كام لقاء قبل ما اسافر دبي. الله، انت برضو يابا ناوي تسافر دبي؟ مش يستلم جايزته الشخصية الإسلامية الأولى لهذا العام؟ يا سام، انت ولا أي حد من إخواتك يروح يستلمها عنه؟ هو أبوك في نفس يسافر دلوقتي؟ أبا، النص مليون دولار دول ليا فيهم قد إيه؟ لا بك على شونة يا أخوي، الجايزة المالية دي هتبرع بيها إن شاء الله لبناء عمارة للطلاب الوافدين للدراسة في الأزهر، وهعلن الكلام ده بعد ما استلم الجايزه ان شاء الله. لا اله الا الله، وحضرتك كده تطلع منها يابا؟ انا جايزتي اطلع من دبي على السعوديه اعمل عمره ان شاء الله. طب ليه يابا تعلن التبرع بالجايزه؟ ما تخليها في السر احسن عشان يبقى ثوابها اكبر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وان تبدوا الصدقات او تخفوها فنعما هي، وبيقول كمان سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية، يعني الصدقة مطلوب فيها الكتمان والإخفاء، ومطلوب فيها أيضا الإظهار والإعلان. الله، طب ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى بيقول إن الله لا يحب الجهر بالسوء. الجهر بالسوء بيشجع الناس على ارتكاب المعاصي والذنوب. في المقابل بقى إن الله يحب الجهر بالخير، لأن الجهر بالخير يعطي المثل الطيب والقدوة الحسنة. أيوة، بس الصدقة في السر دايما تكون خالصة لوجه الله. والصدقة في العلن برضو ممكن تكون خالصة لوجه الله إذا لم يصاحبها الرياء والسمعة اللي يضيع ثوابها. طب إيه يابا الأساس اللي يفرق بين الإخلاص والرياء؟ النية يا بنتي، النية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الشيخ الشعراوي معلم قل أن يوجد مثله، ومفسر للقرآن الكريم لا نظير له، وقد أحسنت اللجنة التي اختارت شخصية
إسلامية لهذا العام وبدأت هذه الجائزة به، فهو والله أهل لها، كان أحق بها وأهلها، فهو صوت للقرآن مسموع، وهو علم للدعوة مرفوع، وهو إمام في التفسير متبوع، وهو لسان حق ومقول صدق، وهو شيخ الدعاة إلى الله عز وجل، وهو رجل القرآن الأول في هذا العصر. لقد أحسنت اللجنة في اختيار الشيخ الشعراوي ليكون العالم والعلم الذي تكرمه هذه الجائزة ويكرمه الشيخ محمد بن راشد بن سعيد في هذه الليلة المباركة، فنحن نهنئه بالجائزة ونهنئ الجائزة به أيضا إن شاء الله. الشخصية الإسلامية لهذا العام شخصية متميزة وغنية عن التعريف، ترعرعت ورهنت نفسها لخدمة الإسلام وعلومه، وقد كان لاختيار الشخصية وقعا خاصا جدا في عالمنا العربي والإسلامي، حيث جاء الاختيار موفقا وصادف أهله. الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يتفضل الآن بتكريم فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي الشخصية الإسلامية لهذا العام. شكرا، بارك الله فيكم وبارك عليكم وبارك منكم، ونسأل الله تعالى ونحمده أن جمعنا على نعمة الإيمان وعلى شرف الإسلام، ونسأل الله تعالى لكل من أعز المسلمين وساهم في إعزاز الإسلام وعلماء المسلمين أن يعزه الله وأن يطيل في عمره، ونسأل الله لكم كما سبقتم إلى هذا المعنى أن يجعلكم أسوة يقتدي بها المسلمون ليعز بهم الإسلام، وجزاكم الله خيرا على هذه اللفتة الكريمة، ونسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين وأن يحفظ حكام الإسلام وحكام المسلمين، وجزاكم الله خيرا وشكرا. لقد أردت أن يكون حديثي معكم في يوم المولد النبوي الشريف عن مكانة محمد عليه الصلاة والسلام الذي نؤمن برسالته ونسير على سنته. لقد ميزه الله سبحانه وتعالى على من سبقوه من الرسل الذين خاطبهم بأسمائهم، فيقول جل شأنه: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، يا نوح اهبط بسلام، يا موسى اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ولكنه سبحانه
حين يخاطب حبيبه عليه الصلاة والسلام، يقول له: يا أيها النبي. كذلك نرى الله سبحانه وتعالى يقسم بأشياء عديدة، فهو يقسم بالجماد، ويقسم بالنبات، ويقسم بالملائكة، ولكنه لا يقسم ببشر قط إلا بمحمد عليه الصلاة والسلام. فيقول: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي أن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياته لها مقام كبير عند ربه. والرسل السابقون لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جاءوا لأقوامهم في مناطق محددة ولفترة زمنية محدودة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء للبشر كافة على امتداد الزمان والمكان. وكانت معجزات الرسل قبل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم موقوتة بزمانها، فسيدنا موسى عليه السلام كانت معجزته العصا التي يشق بها البحر، وسيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كانت معجزته شفاء الأكمع والأبرص، وهذه معجزات لمن يراها في عصرها أو يسمع بها فيما تلا ذلك من عصور. أما القرآن الكريم معجزة محمد صلى الله عليه وسلم فهو باق فينا، نستطيع أن نلمس معجزته بأنفسنا وليس من خلال الرواية التي نسمعها والتي قد تجد من يصدقها أو من يكذبها. صباح الخير. صباح الخير. حد سأل عني النهاردة؟ عارف سيادتك الورد ده مين اللي بعته النهاردة؟ تلاقيه فاعل خير. اللي بعت الورد ده رئيس الجمهورية بيسأل على سعادتك، يعني مصر كلها بتسأل عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً. طمنا عليك. تفضل يا مولاي. بس شكرا يا سيدي. خطوة عزيزة. بتتعب نفسك ليه يا مولانا؟ يا سيدي ما تقولش الكلام ده. ده انت صاحب فضل علينا كلنا. عايزين حاجة يا مولانا؟ لا يا سيدي شكرا. على فكرة أنا بعد ما شفتك المرة اللي فاتت ارتحت يا مولانا. ما عندكش فكرة أكتر حاجة تعذب الإنسان الإحساس بالظلم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أوجد العدل وخلاه هو اللي يسود في الآخر. أنا كل اللي طلبه من الدنيا إن الناس كلها تعرف إن محمد نجيب عمره ما قصر في الواجب. وهو جه الوقت والحمد لله، وهو الرئيس حسني مبارك أمر لك بمعاش رئيس جمهورية. الحقيقة أنا بتوصلني أخبار سارة أحياناً، والرئيس الله يكرمه أمر بتوفير كل إمكانيات علاجي، وقال لي لو عاوز تسافر بره للعلاج هسفرك، بس أنا فضلت أتعالج هنا في مستشفى القوات المسلحة اللي أنا بنتمي ليها. أنا جيت عشان أطمن عليك وأقول لك فاكر لما شرفتني بالزيارة وقلت لك إنك أنت في قلب كل مصري؟ الناس كلها بتسأل عنك وبتدعي لك ربنا يقومك بالسلامة. كل ده عظيم، بس أنا طالب الإنصاف قدام التاريخ. وهو ده اللي عمله الرئيس يا سيدي، طلب من لجنة كتابة التاريخ تسجيل الدور اللي انت قمت بيه في ثورة 23 يوليو بأمانة وتجرد وبعيد عن أي هوى. الحمد لله
على الأقل الواحد يموت وهو شاعر إنك هرم تتردد له. ادعي لي يا مولانا ادعي لي. ربنا يحسن ختامنا جميعا. بتتخانقوا على العصاية ليه؟ بكرة غصب عنكم هتعجزوا على العصاية. بس يا واد انت وهو يلا يلا سيبوا جدكم عشان يرتاح. يلا يا ستي سيبيهم، احنا يعني هنيجي احسن من سيدنا رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام كان الحسن والحسين رضي الله عنهم يطلعوا على ظهره وهو ساجد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه ده؟ انتوا لسه ما جهزتوش الغدا؟ ده العيال زمانهم جاعوا. ده الكبار هم اللي جاعوا بس بيمسحوها في العيال الصغيرة. يلا يا فاطمة حضري الغدا، انت عارف اخوك عبد الرحيم لما يجوع. حاضر يابا، انا بس كنت مستنية سامي يجي عشان نتغدى سوا. سامي على وصول ان شاء الله. يلا يا ولاد يلا عشان اغديكوا علشان خالكم ما يبقالوش حجه. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله انت جيت يا سامي. ايوه جيت. ايه ده كله؟ ايه الحاجات دي كلها؟ دي الفاكهه اللي في السوق كلها. انت جبت كل اللي في السوق؟ ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك. ايوه بس ولا تبسطها كل البسط. لا 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 ده مش كل البسط. فتحي ان شاء الله هنذبح عجل بكره ناخد نصيبنا والباقي نوزعه لله. طب ليه التهور ده؟ ايه عبد الرحيم، طالما ربنا موسعها علينا لازم الانسان يوسعها على نفسه. لا ده كده بقى تبقى حكايه ولازم نسمعها. انا اقول لك اخوك يا سيدي صدر قرار بتعيينه امين عام مجمع البحوث الاسلاميه. الحمد لله القرار اتمضى من ساعتين. الف الف مبروك يا دكتور. لا ده انت كده عايز تكلفتنا، دي حكايه كبيره وما ينفعش فيها الكلام ده. فعلا يا سامي دي حكايه كبيره قوي. مجمع البحوث الاسلاميه ده اكبر مركز في العالم الاسلامي كله للدراسات الاسلاميه والدينيه، واختيارك له من بين عشرات المرشحين شيء يفرح والله. طبعا يابا، هما يعني كانوا هيلاقوا مين احسن من ابن الشيخ الشعراوي. حكايه ابن الشعراوي دي ملهاش علاقه بالموضوع. العلم لا يورث وانما يكتسب. اختيار اخوك للمنصب معناه انه يتمتع بسعه العلم وكفء الاداره وحسن السمعه، مش عشان ابن الشعراوي يا نصح. ولو كان الاختيار على الاساس ده برضه حضرتك صاحب الفضل فيه. شوف يا سامي مش المهم اختيارك للمنصب يا ابني، المهم هتضيف ايه. دي مسؤولية اجرها كبير قوي لو احسنت، ووزرها كبير قوي لو اسأت. ربنا يقدرني اعمل كل شيء طيب يابا. انا عارف ان المهمة صعبة. المجمع ده مسؤول عن نشر كل المواد الدينية، الكتب والاشرطة والتمثيليات وكمان الابحاث، والمسائل دي بيكون فيها وجهات نظر. خلي مصلحة الاسلام والمسلمين اساس كل قرار تاخده، ما تعملش اعتبار لأي حاجة تانية. طبعا طبعا يابا، أحيانا بتكون المسائل ما هياش أبيض وإسود، أحيانا بيكون في وجهات نظر مختلفة للقرار الواحد. لو اختلط عليك الأمر بين القبول والرفض اعرضه على نفسك، وما خالف هوى نفسك يبقى هو الصحيح. ربنا بيقول إن النفس لأمارة بالسوء، وسيدنا علي رضي الله عنه كان يقول خير العمل ما أكرهت نفسك عليه. Thank you.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا شيخ، تفضل. يا أهلا. اسمح لي يا فضيلة الإمام أن أقدم نفسي، أنا اسمي إبراهيم المقدم، مدير شركة نور الإيمان للنشر والتوزيع. نعم يا سيدي، سمعتكم طيبة والحمد لله. نحن لنا الشرف يا مولانا. تحت أمرك، أي خدمة؟ أنا موفد من مجلس الإدارة باقتراح بأننا نريد أن نحتكر كل ما يصدر منكم أو عنكم. خواطر فضيلتك عن القرآن الكريم اللي بتنشرها جريدة الأخبار أو غيرها، كذلك الكتب والتسجيلات. يا سيدي حيلك شوية، انت ناقص تقول لي هنحتكر مكالماتك التليفونية. تحت أمر سيادتك، شيك على بياض، اكتب المبلغ اللي يعجب فضيلتك. أولا يا أستاذ إبراهيم، العلم لا يحتكر ولا يحبس على الناس، وإلا نأخذ وزر ذلك. أما الكلام اللي ربنا سبحانه وتعالى بيلهمني به في الخواطر فهو ليس رزقي، وإنما هو رزق المستمع. ثانيا لعلمك، أنا لا أتقاضى أي أموال عن هذه الخواطر أو عما ينشر في الصحف وحتى بعض الكتب اللي بتصدرها بعض الهيئات، وقد تنازلت عن هذه الأموال للهيئات اللي بتصدرها لتصرف في أوجه الخير بمعرفتهم. بس يا مولانا، الفلوس دي مش من حقك لوحدك، إنما بعد عمر طويل من حق الورثة. يا سيدي لما أبقى موت يبقى الورثة يعملوا اللي يعجبهم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هتدي الأوراق دي للأستاذ عبد العظيم. حاضر يا مولانا. عندك حاجة تانية؟ لا شكرا. سلام عليكم. سلام ورحمة الله. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عبد المنعم، مدير إدارة المطبوعات. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، اتفضل. أنا جاي أعرض على فضيلتكم خطة الإدارة بالنسبة للمطبوعات السنة. هات يا مولانا. إيه ده؟ 6 كتب في الخطة للشيخ محمد الشعراوي؟ ياريت بقى تخلي مولانا يكتب مقدمة لكل كتاب. 6 كتب؟ أنت بتجاملني ولا إيه؟ استغفر الله، وعشان أطمن فضيلتك الخطة دي درستها اللجنة ووافقت عليها منذ 3 شهور قبل فضيلتك ما تتعين أمين عام المجمع. في حد تاني هتنشر له 6 كتب السنة دي؟ هو في حد زي مولانا الشعراوي؟ الكتب دي فيها موضوعات مختلفة وقيمة، والناس كلها محتاجاها وعايزاها. طيب سيب لي الموضوع ده شوية، أنا عايز أدرسه كويس لأن الموضوع ده حساس بالنسبة لي. يا فضيلة الأمين العام، كون الشيخ الشعراوي والدك لا يؤثر في مكانك ولا يحرم الناس من أجلي. أنا حدرس الموضوع ده من زواياه المختلفة. هو في نقطة برضو عايز أوضحها لفضيلتك، المبالغ اللي بيدفعها المجمع لنشر الكتب دي زهيد، وأعضاء اللجنة ناويين يعملوا مذكرة لتقدير كل كتاب حسب قيمته. خليهم يجيبوا لي المذكره دي عشان ندي كل ذي حق حقه. انا قلت لهم انه كتب مولانا الامام محمد الشعراوي لازم ترتفع الى 3 أمثال القيمه السائده حاليا. انت فهمتني خطا. هذا حقه. علشان اريحك وريحهم، لو ان في نصيبه ان المجمع يطبع كتب الشيخ محمد الشعراوي، انا حمضي لك نيابه عنه انه متنازل عن اي عائد مادي لطبع ونشر كتبه. المجمع لا يطبع ولا ينشر أي كتاب من كتبي. علشان أنا بقيت الأمين بتاعه، حضرتك متصور إن في شبهة رياء للجنة أو شبهة هوى للنفس إننا ننشر كتبك؟ لا، مش ده السبب. أمال إيه السبب؟ أنا الخواطر بتاعتي عن كتاب الله والآراء اللي بقولها واخدة فرصتها كويس قوي في التلفزيون والإذاعة والصحافة، إنما فيه مؤلفات تانية الناس متعرفهاش، وديه بقى أولى بمجهود المجمع. مؤلفات زي إيه بس ياب؟ كتير، زي مؤلفات ابن كثير وابن حزم والفارابي والأصفهاني
والبخاري وابن القيم الجوزية والغزالي وغيرهم يا سابي كتير وكتير. الكتب دي لازم نيسرها ونقدمها للناس عشان يستفيدوا منها. ما حدش يقول إن كتب التراث أهم من مؤلفاتك. أنا بقول كده، الكتب دي اللي تعلمنا منها وخدنا عنها، ولولاها ما كنتش كتبت كلمة واحدة من اللي أنا كتبته. يابا يابا ما تقللش من نفسك، أسماء الفقهاء والعلماء اللي انت بتذكرهم دول انت ما تقلش عن أي واحد فيهم. تعرف يا سامي، أنا غاية ما أطمع فيه إن أكون فرع في شجرة واحد من العلماء الكبار دول. إحنا طمعانين النهاردة يبقى اللقاء مفتوح، واللي شغلها حاجة يسأل عنها، وفضيلتك إن شاء الله هتجاوبنا إن شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قبل ما تسألوا وقبل ما جاوبكم لازم تعرفوا أني هرد عليكم على قدر علمي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بارك الله فيك. ما أفتي به اعرضوه على قلوبكم، فإن اطمأنت له فخذوا به، وإن كان غير ذلك فاسألوا غيري لعله يكون أعلم مني. إزاي بس يا مولانا؟ هو في حد في زماننا ده أعلم منك؟ أستغفر الله يا سيدي، من قال إنه علم فقد جهل. يا جماعة تشرفتونا ونورتونا، واللي عايز يسأل يسأل، بس لا مؤاخذة يعني ما تطولوش لأن الوالد تعبان جاولي من دول. دلوقتي الواحد بيرتكب الذنب ويتوب عنه ويرجع يرتكب ويتوب عنه، والحكاية دي بتتكرر مرة واثنين وعشرة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام واتبع السيئة الحسنة تمحوها. أيوة، بس يعني الإنسان لما يرتكب الخطأ ويرجع يتوب ويرتكب الخطأ ويرجع يتوب والحكاية تتكرر، ده مش يبقى فيه استهانة؟ أفضل التوبة عند الله التي لا تعود بعدها للذنب، فإن عدت إلى الذنب فارجع إلى التوبة، وهكذا حتى ينصرف عنك الشيطان. ربكم أعلم بكم، ولهذا شرع التوبة، ولم يسمي نفسه التائب الذي يتوب عليك مرة، وإنما سمى نفسه التواب الذي يتوب عليك مرة واثنين وثلاثة ومية. باب التوبة لا يغلق في وجه أحد. دلوقتي يا مولانا موسم الحج ابتدى، وأنا بقالي 20 سنة نفسي ربنا يكتبها لي، لكن زي ما انت عارف انا ولادي كتير وحمل تقيل يقطم الوسط، ويا دوب اللي جاي على قد اللي رايح، ما عنديش حج. فريضة الحج واجبة على المستطيع، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. انا عارف كده كويس قوي، بس العذر بتاعي كل سنة بيخليني احس ان ربنا مش راضي عني. وما ادراك يا سيدي، ربما عدم استطاعتك دي خلتك في موقف أفضل من اللي أدى الفريضة. إزاي؟ اللي أدى الفريضة ما هوش عارف اتقبلت منه ولا لأ، أما العاجز فقد سقطت عنه الفريضة ولم يعد يحاسب عنها. أطل القرآن أحياناً والأفهم معنيه، هل هناك من ثواب في هذه القراءة يا فضيلة الشيخ؟ قراءة القرآن نوعان، نوع يقصد به التعبد، ونوع يقصد به التعلم واستنباط المعاني والتدبر في القرآن، وكلاهما له الأجر والثواب إن شاء الله. يا جماعة متهيألي كفاية كده، طول بالك شوية أخ عبد الرحيم. يعني أنت على سبيل المثال بتاخد الدواء، لا أنت عارف تركيبته ولا عارف تأثير، ولكن هذا الجهل لا يمنعك من الاستفادة به. وملايين المسلمين في العالم تجهل العربية ولكنها تتلو القرآن وتثاب على ذلك وإن لم تفهم معانيه. ما حكم الإسلام في التبرع بالدم بأجر أو بدون أجر؟ التبرع بالدم عمل نبيل ولا شك، لأنه يتم
بنية إنقاذ حياة الآخرين، وصاحبه يستحق الثواب إن شاء الله، سواء قدمه بأجر أو بدون أجر. سبق يا مولانا أنك أعلنت رأيك في أنه لا يجوز التبرع بالأعضاء. نعم. وإن الأعضاء ليست مملوكة لصاحبه، وإن له أن ينتفع بها فقط. فإيه وجه الاختلاف ما بين التبرع بالأعضاء والتبرع بالدم؟ المتبرع بالدم يا سيدنا يستطيع جسمه أن يعوض ما تبرع به في وقت قصير، وبهذا ينفع الآخرين دون أن يصيبه ضرر. أما المتبرع بعضو من أعضاء الجسم فإنه يصيبه الضرر الذي لا يعوض، ثم إن ربنا سبحانه وتعالى وهب لنا أجسادنا أمانة، ويحب الله أن يسترد أمانته كما وهبها لنا. انتشرت في السنوات الأخيرة مولانا ظاهرة الزواج العرفي بين الشباب الذي لا يملك متطلبات الزواج الرسمي، فيا ترى إيه حكم الإسلام في كده؟ الزواج أساسه الإعلان حتى يقطع الطريق على الخوض في الأعراض واختلاط الأنساب، ولهذا كان الطبل والزمر والغناء من سنن الزواج في فجر الإسلام، وكل زواج يجري في السر باطل لا يعترف الإسلام به. وبعدين تعالى بقى الواد وبنت كده يتجوزوا في السر، مش قايلين لأهليهم عايزين يداروا، والبنت لما واخذة حبلت يبقى مش عارف يروح بها فين، يدخل في أوضة تحت الأرض ولا يوديها فين لغاية ما تولد، ويمكن لما ربنا يرزقهم الذرية يتخلصوا منها ويجيبوا لنفسهم مصيبة تانية غير المصيبة الأولانية. تعالى بقى الواد وبنت كده اتجوزوا وعملوا لهم فرح، والناس كلها عرفت، والشارع عرف، والحارة عرفت، والبلد كلها عرفت، ومراته حبلت بقى وبطلها تطلع كده، يبقى ماشي بيها في البلد معلقها في دراعه كده وماشي يتباهي بيها، عامل لي سبع البرومبا يا خي، ويوسع يا جدع انت، هو الست حامل. لكن جيتوا للجد بقى، حلا لهذه المشكلة لابد للمجتمع أن يغير نظرته للتقاليد القديمة، وأن يعيد النظر في تكاليف الزواج. يجرى إيه يعني لما الشاب يتجوز في الأوضة اللي كان ساكن فيها في شقة أبوه؟ لازم يعني شقة جديدة يعودوا فيها مؤقتا، لا يترم ربنا يسر الحال ويلاقي سكن مستقل هو ومراته. وما يقال يقال أيضا في الشبكة والمهر وخلاف ذلك من التكاليف التي لا داعي لها. وعندما نيسر السبل أمام الحلال المشروع تغلق الأبواب أمام الحرام الممنوع. يا مؤاخذة يا مولانا، إيه حكم الإسلام في ختان البنات؟ الختان حتى للرجل ليس فرضا بل هو سنة، أما للمرأة فله فرض وله سنة. يا جماعة متهيألي كفاية كده. ما تروى يا أخ عبد الرحيم، خلاص هنسيب أحاديث الدنيا ونتكلم في الدين. ماذا بعد الموت؟ أنت يا أخي تقول دنيا ودين وكأنك تفصل الدين عن الدنيا، وهذا خطأ شائع. فالدنيا تقابلها الآخرة، أما الدين فهو للدنيا والآخرة معا. أما ماذا بعد الموت فحياة البرزخ ثم البعث في الآخرة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. القيامة بالنسبة لكل واحد فينا هي يوم ما يموت. ليه؟ لأن حياة كل واحد مننا هي مقدار حياته في الدنيا ومتعته فيها على قدر إمكاناته، أما حياته فهي قصيرة مهما طالت بالنسبة إلى الخلود الدائم في الدار الآخرة، وأما إمكانياته فهي ضئيلة مهما عظمت بالقياس إلى فضل الله. لهذا كانت الحياة الدنيا متاع الغرور
لأنها تغر بالتافه القليل عن العظيم الجليل. الله ينور عليك، الله ينور عليك، فتح الله لك، ربنا يزيدك من علم الله يا مولانا، اللهم صل على حضرة النبي، نعيم ويزيدك من علمه، ربنا يزيدك يا رب، اللهم يزيدك يا مولانا. الله الله الله. يلا كله على النوم، تأخرتوا أول نهار، الساعة 11، يلا نايم بسرعة. يلا صباح الخير. هو جده هيتأخر الليلة؟ جده يا حبيبي هشوفه بكرة الصبح إن شاء الله. أصله قال لي لو كملت صورة ياسين هيديني 10 جنيه، وأنا خلاص كملتها. يا حبيبي حفظتها كلها؟ آه. خلاص ليك عليا بكرة الصبح إن شاء الله أخليك تسمعها له كلها. بس أنا خايف بكرة الصبح أكون نسيتها. تنساها في ليلة؟ لا أنت ما تستاهلش لقمتك. وأنا كمان حفظت كلها والله. وإدالك 5 جنيه صح؟ أيوه، بس أنا سمعت وهو بيقول كل والله أحد زي تلت القرآن، يعني هو يحفظ سورة واحدة بياخد 10 جنيه، وأنا أحفظ تلت القرآن كله واخد 5 جنيه. ولادك دول مصحين قوي، أنا نفسي أعرف حاجة، أبوهم راجل طيب، هما بقى جايبين النصيحة دي منين؟ طالعين لي خالهم يا سي أحمد، هيطلعوا لمين يعني؟ يلا بقى، يلا كله عن النوم، يلا. صباح حبيبي، تصبحوا على خير. عبد الرحيم فين؟ جوه مع الجزار يا مولانا. السلام عليكم. السلام عليكم. ربنا يخليك لينا. ربنا يخليك يا حاج. ربنا يحفظنا منك يا رب. يا رب رزقك يا حاج. ربنا يخليك اهو اهم النار. خلينا فينا شويه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا يا رب. ايوه كده، الله ينور عليكم. ادوني يابا للناس اللي قاعدين بره. بطل اخواتي اهو، والكاس اللي هناك دي للعناوين اللي قلت عليه. ربنا يكرمك يا عبد الرحيم زي ما بتكرمهم. دول اللي ربنا قال عنهم يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. اجعل دعانا
ناحيتي الوجه الجميل تهدينا للخير أو الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.